طيب، تمرين الجروبينج والسكورينج في الباندا. تمام، خلينا نشغل السيت اب. الآن الاكسرسايز الأول: What is the most common wine reviewers in the dataset؟ كيف أحله؟ بدي أنشئ سيريز و ايش اسم الاندكس فيها، اللي هو تيستر تويتر هاندل. تمام، كاتيجوري من الداتا سيت، والفاليو كاونتس انه هاو، يعني هاو ماني ريفيوز، كم مره عمل ريفيو انه كم مره كتب ريفيو هذا الشخص. طبعا عشان توضح الصوره، احنا في انا عندي ريتن ريفيو ريتنز، هذه الريفيوز بدنا نشوف الكولومز تبعتها. وخلينا نشوف جزء منها. تمام، ايش فينا عندي؟ الكانتري، ديسكريبشن، ديزيجنيشن، بوينتس، برايس. تمام، الكانتري شو البلد تبعته، ديسكريبشن للايتم نفسه هذا. تمام، والبوينتس اللي هي قديش مقدار التقييم تبعه، والبرايس السعر. هنا المنطقة، والمنطقة فيها تفاصيل ريجون واحد واثنين وممكن تكون نام. هنا عندي التيستر نيم، وهنا التيستر تويتر هاندل. تيستر نيم اللي هو اسم الشخص، وهذا التويتر اكاونت تبعه. تمام؟ طبعا مين اللي بحطوا البوينتس هدول؟ المتذوقين بالضبط، التيسترز اللي هو بيتذوق وبيكتب انه بحط قديش انه بالضبط. ايش في ضايل؟ انا عندي اعمده، وهنا التايتل اللي هو اسم الايتم نفسه، وهنا الفاريتي انه ايش التايب او النوع تبعه. تمام، فعشان هيك بدي اعمل جروب باي، اسم العمود تيستر تويتر هاندل. تمام، واعمل كاونت. كيف؟ هذه الجروب باي بترجع لي داتا فريم، فبقول له انه العمود، بدي العمود هذا اعمل لي كاونت له. كيف؟ بوينتس، ليش بوينت؟ كيف حسب لك اياها كوريكت؟ يعني هاي شوفي شكلها كيف. معقول على البوينتس ظبطت معاكي؟ دائما العملية، أنا لو أنا عملت هنا دوت كاونت هذا الكلام، أنا بجيب لي إنه التويتر أكاونت والكاونت تبعه، التويتر أكاونت وكم مرة عمل ريفيو. تمام، هجيت هذه عبارة عن داتا فريم، هاي أنا عندي العمود، هاي هذا اسمه. تمام، وهي الكاونت تبعه. لو أنا عملت كاونت على طول للجروب باي، مش هيعرف يعمل كاونت لإيش. ما جابش كاونت. تمام، فبالتالي هاي عشان انا شفت شكلها زي هيك. تمام، يبقى انا عندي عمود التويتر هاندل وهي الكاونت تبعه.
تمام. البوينت انت عملت جروب باي للبوينت. لا مستحيل. لما تحكي له انه بعد البوينت هنا بتحكي له تيستر هاند تويتر هاندل. طبعا هو هذا طبيعي لما انا بعمل يعني زي ما احنا شفنا المره الماضيه احنا عملنا حسبنا اللينث لايش للديسكريبشن لانه احنا بدنا نعد عدد فبالتالي انا بعد اي عمود ما اختلفناش فبالتالي هنا بعد مثلا البوينتس ما دام انا عامل جروب باي هو بيعد لي عدد سجلات تمام هاي ديسكريبشن هاي ديسكريبشن نفس الشيء هو جمع كل السجلات اللي لها نفس التويتر هاندل بالضبط وبنعمل كاونت لاي عمود من هاي العمودات بالضبط تمام انا فكرت انه البوينت هنا هذه مرت علينا انه احنا عملنا لين للديسكريبشن لانه احنا فعلا بدنا نعد طول السجلات يعني مش خلاف طيب السؤال اللي بعده What is the best one? بده سيريز انه فيها الindex Is wine price whose the value maximum number of points A wine cost that much was given in a review maximum number of points will cost about في الريفيو يبقى بعمل group by price بروح بجيب البوينت اللي محصل على بوينت يمكن دوت بوينت دوت ممكن نفس الشيء نعم وهنا بعمل sort للاندكس لا هيا شوفي انا رجعت الهيد انا رجعت الهيد شوفي هو برجع انه هذا السعر هذا الماكس بوينت لإله عبارة عن سيريز هذا السعر هذا الماكس بوينت لإله وهكذا تمام فانا عندي اللينث 390 نمشي الحال بيمشي الحال اعتقد انه بدون صوت ما دام نفس هذا السؤال اللي بعده في على الدوال الاجريجيشن ايش بده بده المينيموم والماكسيموم نعم لما عملنا البوينتس دائما الجروب باي هذه عبارة عن دالة فالباراميتر تبعها لازم احطه بين اقواس زي هيك بالضبط اللي هو عبارة عن اسم عمود لانه انا بدي عمود من ناتج من الجروب باي
الجروب باي بترجع لي داتا فريم انا بدي منه عمود، تمام؟ من العمود هذا بدي الماكس وبعمل له سورت. طيب حاجات هنا بده المينيموم والفاليوم والماكسيموم لكل فاريتي، فبالتالي بدي اعمل جروب باي فاريتي وبروح بعمل اجريجيشن فانكشن اللي هي المينيموم والماكسيموم. هي بكون شكلها زي هيك، هذه الفاريتي، هي المينيموم والماكسيموم، هاي المينيموم والماكسيموم زي هيك. هذا بدي اياهم انه بده يرتبهم حسب المينيموم برايس، فبالتالي هنا نفس اللي فات لا كيف هذه البرايس اكستريمز، هذه انا جبتها في الخطوه اللي قبلها، تمام؟ يبقى من هذا التيبل ايش بدي اجيب؟ بدي اعمل سورت باي فاليو على عمود المين، وفي حالة التساوي على عمود الماكس، تمام؟ يبقى السورت لما اديله اكثر من باراميتر، شو معنى هذا الكلام؟ انه رتب لي على حسب المينيموم في الاول، في حال تساوي المينيموم رتب لي على الماكسيموم، تمام؟ وهنا ascending بتساوي false لانه هو بده المينيموم برايس. هاي جبت لكم الهيد تبعه، يعني اول خمس عناصر. طيب بده سيريز فيها اندكس للريفيور والفاليو تبع الافريج ريفيو سكور لهذا الريفيور، تمام؟ استخدم فاريبل اسمه تيستر نيم والبوينت كولوم. مدام انا يعني هو حكى لي انه تيستر نيم، بعمل جروب عليه، تمام؟ وايش بجيب؟ متوسط البوينتس. الجروب يا جماعه ايش بترجع؟ وايش فيه؟ مجمع السجلات حسب الجروب باي، فبالتالي نفس الداتا فريم نفس الاعمده، فانا قلت له بدي البوينتس جيب لي المين تبعها، تمام؟ هل هناك فرق significant بين الـ average scores لا بين الـ reviewers؟ سؤال كمان مرة، هل هناك فرق في الـ average review بين الـ reviewers significant؟ ايش مقاييس الاحصاء اللي ممكن انه تجيب لي قديش انه تتشتت القيم عن الافريج سكور؟ ستاندرد ديفيجن. يبقى هنا انا عندي الستاندرد ديفيجن، انا عندي هنا واحد بوينت. ايش معنى ايش معنى هذا الكلام؟ ايش معنى 1.2 او 24؟ معنى ذلك انه الريفيو بيكون هو نفسه المتوسط بلس اور ماينس 1.24، تمام؟ المتوسط قديش؟ هاي 88، يعني كيف؟ ايش 89؟ يعني بدي اقولها بعباره اخرى، يعني انه الريفيوز تبعت الريفيورز عادة بتكون حوالين 88 بلس 1.24 أو ماينس 1.24، يعني بين ال 89، لأنه هذه 23 بالمناسبة، تمام؟ بين ال 89 وال 87 فعليا في الغالب. أنا بلاحظ إنه هنا المينيموم 85، يعني بتشوف قديش إنه يعني بقول لي إنه 25% من القيم الفاليو 87.32، 50% من القيم 88 اللي هي حوالين المتوسط، تمام؟ و75%
اللي هي قريبة من التسعة 88.97. تمام. السؤال السادس والأخير: What combination of countries and varieties are the most common؟ إيش أكثر البلدان والفارياتيز اللي شائعة أكثر شيء؟ فبدي إياك تعمل لي سيريز، هذه مالتي إندكس لأنه هو شغلتين مع بعض، مالتي إندكس. تمام؟ على إيش بتحتوي؟ بتحتوي على الكونتري والفارياتي بيرز. تمام؟ يعني على سبيل المثال إنه اليو إس إيش شائع فيه أكثر إشي؟ زي هيك. فرنسا ايش اللي شائع فيه اكثر شيء؟ كندا ايش اللي شائع فيه اكثر شيء؟ زي هيك. تمام. يبقى بدي اعمل جروب باي، اجمع على اساس هدول العمودين. تمام. وبعديها بدي اعمل سورت بشكل تنازلي. السايز سايز ممكن انه هذه بترجع لي عبارة عن group by object، أنا ما بقدرش أشوفه بس السايز تبعه. هي نفس الكاونت اعتقد، نفس الكاونت، هي السايز نفس الكاونت، تنتين زي في السترينج. انت في عندي دالة الكيس فولد وفي عندي السواب كيس، نفس العمل. فبالتالي هدول التنتين يعني ممكن هذا الكلام اعمله كاونت، نفس الفكرة بكون نفس العمل. فبالتالي بروح بجيب لي الكونتري هاي وايش اكثر شيء شائع فيها. فرنسا ايش اكثر شيء شائع فيها؟ ايطالي ايش اكثر شيء شائع مع الكاونت تبعه؟ تمام. طيب